أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 12 كانون الأول ديسمبر ذكرنا في حلقة الأمس أنه في خلو مسار في ساعة المساء طبعا مع بعد بث الحلقة هو رح يكون في خلو مسار رح نذكر الآن انتقال القمر من السرطان لبرج الأسد طيلة يوم الاثنين طبعا القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة واحدة ونص أو واحد وثلاثين دقيقة من بعد ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأحد القمر ما زال موجود في برج السرطان طبعا ذكرنا لما يكون في برج السرطان الناحية العاطفية وحساسيتنا والرغبة في تناول الكثير من الطعام والاهتمام بمسائل لها علاقة بالبيت والعائلة على جميع الأبراج طبعا هذا الامر راح يظل مستمر لغايه انتهاء خلو المسار اللي هو راح ينتهي الساعه ثمانيه وثمان دقائق مساء من مساء الليله بتوقيت جرينتش. طبعا الزاويه اللي الان تاثيراتها قائمه هي زاويه التثليث الايجابيه ما بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها الساعه سته وثمانيه واربعين دقيقه من مساء الليله اللي هي ليله الاحد. طبعا تأثيراتها الآن قائمة ورح تستمر تأثيراتها لساعات تقريبا يعني ساعات الفجر فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية. ذكرنا خلو المسار طبعا خلو المسار الليله ما اللي هو مساء ليله الاحد على الاثنين بعد بث الحلقه الساعه سته وثمانيه واربعين دقيقه من مساء الليله راح يبدا خلو المسار وراح يستمر لغايه الساعه ثمانيه وثمان دقائق مساء من مساء الليله الاحد لا يستقر القمر بعديها في برج الاسد عشان هيك هاي فتره خلو المسار هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وثمان دقائق مساء من مساء الليل الأحد القمر بنتقل وبستقر في برج الأسد يعني طيلة اليوم الاثنين القمر راح يكون في برج الأسد عشان هيك بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا طبعا اليوم ما في زوايا مع القمر اللي هو اليوم الاثنين الزوايا كلها هي زوايا بطيئة أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي حكينا أنه تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 18-12 بتجعل البعض يعيش في عالم من الأوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبرضه بالفترة هاي الأحلام وأضغاث الأحلام والشكوك كلها هاي بتكثر فلا تعتمدوا عليها. بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع اللي له علاقة في البحرية ربما غرق بعض السفن أو البواخر. او بيزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفه المعارضه للحكومه او التعرض لبعض الظواهر البحريه كالفيضانات والطوفان وممكن يصير في تسرب للغاز او حوادث تسمم جماعي كذلك ارتفاع اسعار النفط يعني اي شيء له علاقه بالسوائل وله علاقه ايضا بالنفسيه اما بالنسبه للزاويه التي تليها وهي زاويه تسديس منفصل ايجابيه ما بين المشتري وما بين بلوتو وهي تاثيراتها لغايه يوم 16 12 بتزيد من نمو الاموال والاملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا الاحساس بالكآبه او الميل للاعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي اللي اليوم ذروتها هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين الشمس وبين زحل وطبعا هاي تأثيراتها من يوم 8-12 ومستمرة لغاية يوم 17-12 اليوم ذروتها الساعة 6 و11 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش هاي الزاوية بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا الأكثر حساسية واللي ما لازم إن نهملهم نهائيا ونوفر لهم العناية للزيادة طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل دون الاعضاء اللي ذكرناها لعمليات كبرى، اما عمليات صغرى زي عمليه القسطرة مثلا ما في أي مشاكل أو إجراء الفحوصات، أما باقي أعضاء الجسم فما في مشاكل فيها. هذا اليوم يعني بنقدر نحكي إنه مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة. يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ولكن لا يصلح للقص العلاجي. بالنسبه للقمر بما انه رح يستقر في برج الاسد زي ما حكينا خلو المسار القادم بيبدا يوم الثلاثاء 13/12 الساعه 3:51 دقيقه عصرا بتوقيت غرينتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الاربعاء 14/12 يعني الساعه 8:45 دقيقه صباحا بتوقيت جرينتش ليستقر القمر بعدها في برج العذراء اما بالنسبه لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 19 يوم في تمام الساعه 5 و32 دقيقه مساء بتوقيت جرينتش بيصير عمره 20 يوم نسبه الاضاءه بتصير 80% اما بالنسبه لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21/12 هي الان منتحسه بنسبه 25% ولكن في ساعات مساء اليوم الاثنين بصير سعيد بنسبة 10% القمر في الأسد حتى يوم 14-12 سعيد الآن هو بنسبة 45% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 25% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد الآن بنسبة 60% بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجدي حتى يوم 3/1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12/1 منتحس بنسبة 10% الان بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 20/12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7/3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22/1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 30/6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في المية. الجدي حتى يوم 23/3 ثلاثة ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم وتعتبر فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بأي مجال الظروف اليوم ملائمة للمكاسب المالية ولا والمصالحة ولا تكرار المحاولات برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم القمر مازل... اليوم في البيت الرابع فعشان هيك اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها اهم شيء انك ما تفقد الاتزان وثقه الاحبه ممكن تقلق بشان صحه احد افراد العائله او ربما مساله شخصيه او مصاريف اضافيه برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو يغيروا جو رحلة مثلاً، بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار. بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر، باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة، وممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم. بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصه لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بدكم تحذروا من اي خطوه ماليه جديده لا سيما شراء حاجيات ثمينه ممكن تعالجوا استحقاق مالي اهم شيء انكم ما تتسرعوا بتوظيف الاموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ. اهم إشي تتفائلوا. برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية وبتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر في أي مجال برج العذراء بيسيطر التعب عليكم عشان هيك بدكم تحاولوا اليوم تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير لأن القمر موجود في بيت المتاعب ممكن تتذمروا من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك بدكم تحاذروا من البدء بأي شيء جديد لا تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضاعفوا مجهودكم. برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة واطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة اليوم في نوع من أنواع التحالف بيكون مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران يعني نشاط اجتماعي كبير أهم مش أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظه على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل فعشان هيك قدموا افضل ما لديكم لعلكم تحققون انجاز او تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائليه او شخصيه المطلوب منكم انكم تكونوا على قدر المسؤوليه تعتبر هاي فتره فيها نوع من انواع الصعوبه برج القوس بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن بعض مواليد برج القوس يشاركوا في حملة أو ورشة بتشتد رغبتكم أيضًا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقوا بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وحاول انك تعزز العلاقات الاجتماعيه والعائليه لانها برضو هاي الفتره مثمره على جميع الاصعده برج الجدي بتعيدوا تنظيم اموركم الماليه المشتركه من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاولوا أن تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو حتى قرض بنكي أو بعض الالتزامات والفواتير برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم تعززوا شراكاتكم سواء بالعمل أو بالعاطفة وحاولوا أنكم ما تنفعلوا وحاولوا الإضاءة على الإيجابيات أكثر من السلبيات ما بينفعكم التوتر ولا الجدال عالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا لأن القمر صار في البيت السادس فحاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاكم وراحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي. خذوا قسط من الراحة واهدأوا وكونوا عند حسن الظن. هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم. يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء